تواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وللمزيد حول آخر التطورات هناك ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية ضعنا في الجديد لديك. تحياتي لك يوسف ولكل السادة المشاهدين. يعني اليوم كنا نتابع خدمة تقدم للأشقاء الفلسطينيين، وهي خدمة مهمة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري، وهي الدعم النفسي المقدم للأشقاء الفلسطينيين خاصة من الأطفال المصابين. كنا نتابع هذا من خلال تواجدنا في مطار العريش اليوم لمتابعة يعني تجهيز طائرة إيطالية لاستقبال بعض المصابين والجرحى من قطاع غزة للعلاج في إيطاليا رغبة على طلبهم بالعلاج بعض المصابين هناك. فكان هناك دعم يعني نفسي يقدم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري لهم، وعندما تحدثت مع بعض المرافقين لهؤلاء المصابين أشادوا بالجهود المصرية المقدمة لهم يعني طيلة إقامتهم في مدينة العريش، سواء كان في المستشفيات أو حتى في عمارات السبيل، وكل الخدمات التي قدمت لهم دعمهم سواء بعلاجهم أيضا في المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء، أو حتى بوجود كل الخدمات النفسية واللوجستية والغذائية المختلفة. هذا بخلاف بالطبع الجهود المستمرة في تجهيز واستقبال المساعدات. الهلال الأحمر المصري اليوم كان بصدد تجهيز بعض المساعدات التي أتت عبر الطائرات اليوم في مطار العريش. نتحدث عن ثلاث طائرات، طائرتين من قطر وطائرة أخرى من الإمارات، على متنها عدد من الأطنان المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. متطوع الهلال الأحمر قاموا بتفريغ هذه الشحنات ثم حملها على السيارات المختلفة لنقلها إلى المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري. وهنا تتجسد ملحمة وطنية كبيرة وخلية نحل تعمل على مدار الساعة لتجهيز كل هذه المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي لا زال يفتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين. نتحدث اليوم تحديدا عن عودة منفذ كرم أبو سالم للعمل مرة أخرى بعد توقفه يعني منذ أيام، وحتى الأمس يعني نتحدث عن دخول 90 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم للتفتيش هناك، بالإضافة إلى ما يقرب من 160 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. نتحدث أيضا على أن معبر رفح اليوم استقبل 28 مصابا، بالإضافة إلى 54 مرافقا لهؤلاء المصابين، وبالتالي هناك عدد كبير من الخدمات الصحية التي تقدم للمصابين عبر تجهيز عدد كبير من سيارات الإسعاف. منذ بداية الأزمة وحتى اليوم مصر جهزت أكثر من 150 سيارة إسعاف تنقلهم عبر المستشفيات المختلفة، وجاهزية كل المستشفيات هنا سواء في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة لتقديم العلاج المختلف حتى مع تنوع الإصابات واختلاف الإصابات للجرحى والمصابين. لكن المستشفيات المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات المختلفة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. نعم زميلي محمود جميل، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة، كنت معنا مباشرة من العريش.